إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن جزءنا كتاب موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب، وعن كل حجرنا المقدمة وعن سوقرنا هذا ويري خالد بن عبد الله، وضده الخذلان توفيق وحالتك وكسر جلهوشين إلهي نقربك أكبحه الهداية شرحها مركا، والهداية الإرشاد وهنون هي والدلالة تصدقك حق الله تصدق مركا الله لا أصدقها هنطي حق إن لقوه هنون يلقو تصدقك هي التوفيق وإلهي نقربك كل الدانة أكوه كالمياء. وضدها هداية وحكسر جلهوشين الغواية حبوغا هي والضلالة بعضها إن الطريق كلن تو الطريق جرويده إلى أقوى من طريق وضمد أتوصنان بضان اللي اسكوهنونيو إلى أقوى من طريق قدم وهرم اليشيق ابن هشام الصفة الصفة أو أقوى على الموصوف موصوف كي كورمري أو طريق وأضافها صفة نوحو دافع إليه موصوف كي أو طريق وحوين أول ما شكاه الطريق الأقوى وهو يري أقوى من الطريق طريق متك أتوصران بلا مفوصاص ويالي أودي وايي إلى طريق أقوى ما إلا طريق هو موصوف أقوى من الصفة دي سي أو انت الصفة السهر مريي مضاف وقال لكي مضاف وليه وقال لكي موصوف خعاية إلى العالين درادد لسجع سجع إلى العالين سجع إلى العالين محالي را سجع بالهوص في رحاشي يدي وكل سجع واحد له هو توافق الفاصلتين وإن لبدا فاصلة اسكو وافقان في الحرف الأخير هذا كفاصلين كيسة حرف قدام بين اسكو وافقان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حديث كيسة ويري اللهم أعد منفقا خلفا إله قف كمال كيسة بحية بدل سي وأعد ممسكا تلفا إله مد كمال كيسة كد جنك بابي مركا فيري فاصلة هو الرئيس الكيب كيسة ستي اللهم أعد منفقا خلفا فاصلة الضمبيدانة اللهم وأعطي ممسكا تلفا مركا خلفا تلفا سو اسكو حرف ماهن فاصلوين كاسا لذا سجع حديث كان بخاري مسلم وري من حديث أبي هريرة مدهر بادياه وغيري تويل كيسي ضعتك قادوا بي الله تغين اللهم إن كنت قد أبليت فإنك ظالما عافيت اللهم الله إن كنت ضعت قد أبليت إنك امتحانتي ولو ويل كان ضاد كلتك وامتحانه فإنك أديك الظالم إن بضان قد عفيت أياد عافيت بلاي عان إكادك إما سنة بدريوكو سهيد هبين مركا فيري لبدا فاصلو حرف أقود ما يوسوا فقصية أبليت عفيت سوماها سجع واكاسا سجع ساسا ليد هذا مركا سجع إلى لناي ويهمتني أقول الله أبو والأصل أصل كوحوها إلى طريق طريق ليسكوها نونية طريقة سو أقوام التوصنان بضان أي مستقيم وضط توصن مارك إله الطريق توصن وها نوني واحد اللي رجي ده إله الطريق الله راليها شيء سلقو قار وقول له وانت بضان اتوصن وها نوني وغوكوير وهو طريق مستقيم كناية سرباب وي وصرباب عن سرعة الوصول قارتان كدك دكتيسة أيها اللغة سربابا إلى المأمول وحي الله يدي السنة يقول لك بي لكارو شيء يقفك أوتش الله إنو سدك دقا أوكارو أيها اللو رجي ذا الطريق مستقيمة محايا يقفك وضط توصن الطوقة إيه وضلح لحيرة هو هرتك وضلح توصن وقير اللي أن الخط قدك قدك المستقيمة توصن أقصروا أساقا كقاب نبضان من الخط المنحني قدك أقول ذهله أما اللح لحدة قد كقول ذهله أما اللح لحظة سجى كدك دك بضان وكا قابن بمنه إله إن عينتي سنكوه دي سنة وأن أقدل بنا هداية بمنه إله وإن أن عينتي س أيام أقدل بنا قرم دي قرقاء أي إنعامه منك الله معنى الغفصرة أي إنعامه إله إن عينتي س
وان معنى معنى لبعض وكنا ويطلق والله إطلاق المنو قلبيسيغا على تعداد النعم نعموين كترترين تود مركا نعموين كالترترين والا إرادة حدي قفو تريو نم أباك وقفو قلي انتاسان هبل قلي انتاسان قلي نعموين كالترين والا إرادة تعداد من والا إرادة من والا إرادة نم عينت إحسان كاللغو قليان بل شاقينا من والا إرادة مركا مني قلبا معنوي إن وناغ لغو سميه ومني وحل هذا لفلان على فلان من هبل هبل أبالو كلي مركا نم عضا اللغو قلي من والا إرادة شيك شيكي ديدنا من والا إرادة لبدا والا إرادة مركا سيرو ويطلق والا إطلاق المن على تعداد النعم نمعويك ترترين تودا واللغو إطلاقا نعم كأسادرة كسوف شيء من الشخص قفك إلى غيره غير كيس لأسوف شيء وذلك مثال كي كقوله وقف من يرهضوك له فعلت وين سمي مع فلان هبل تركيس كذا وكذا انتاس يا انتاس نسمي هبل ساسا نقال ساسا نويال ساسا نويال ترترين تاس ونم على الله ترترين أيوه من والي رهضا لكن حكم كيد محوية واكنا حكم كيد وتعديد النعم فيري تعداد ما كوري هذا تعديد واسمه لا والله ترترين وتعديد النعم نعموين كترترين تودا من الله الله حكي سحالي كاهاتي تعالى إلى واصر إياه متحن أمانوي إنو إلهي ترتريو أو إلى الضوما دا إركاسا إنين تابقو كان إنين قبل جيدهن إنين صوصاري وإنين أبوري عقليا إنين سيئي وإنين رساقي أمانوي إلهي وإنا سبحانه وتعالى وكو أماني سببتو إلهي مركو أساق النعم كاسنا السينا وح أبال أنك نوغا مرحبو وح أطارم مينو اتكل الهي وحو تاريمي مركو الهي النعم تاسبحين ايو وح اوض اه او الهي كدوني يا مجد ايو احسان ايو فضلي وانا قلصين ايو ساس دير تيدا انو ترتريو شيك شيكو الهي وكو اماني ومن الانسان قفك حجي سحالا او كاهلا ترترينتو ذمن عبوي قفكو انو قف انتو وحسيو هدو شيك شيكو او اذا دهكس وانيو كو قلي ساس وانيو كو يالي وحاس مالي وانيو كسيي عبوي صارت إنسان كوقف مركو وحسين أيه حكوا ربا إلهي كنا وقرب الإنسان في عين مركا هذا واحد أبارة كرب إلهي كوا أجي لقف كنا كلهم لكن إلهي مركو قف كنا عمت سينا ابن حكم مرة وغني له سأزرت هذا إنسان كوا بحي إنه ترتريا صار عيبكم ومن بلاقات الزمخشري محمود بن عمر الجار الله وحويا بلاقات كيس وحا كمطة دعم الآلاء أحلى من المني وهو أمر من الآلاء عند المن وغير طعم الآلاء نمعوين كددمين تودو أحلى وامد كمعان بضان من المن ملك عريتك وهو طعم الآلاء أمر وامد كحرار بضان من الآلاء قردميراتك عند المن أبال شاكك أتيس بلا قدي سيكمت هذا كان مركة فيري مركة كوبات فيري كلمات وحيا كتيرة لفظك واسكاقمت لفظك واسكاقمي معنيهنا ويكوك للدوين معنيهنا ويكوك للدوين بالفير كلمات كاسمحان كميدة الآلاء إي الآلاء وحكراو كميدة الماني إي المان كلمات كاسو لفظك وداقان ما هاني معنها ويكوك للدوين ووحوهيين آلاءك هوري وحل رجد النمحوينك أراك الضمير الجيد كحرار كبضان إقرى الضمير تقول له لكي من نيقى هو روح له لكي ضمار الحرات من نيقى الضمير أبار شاكة له لكي ضمير حدي الله ترتري بلا قدي سيكمل مركز وغيري طعم الآلاء مركز محاط التعصوه كالتنا وصوه مرنين محالي راج جناس تام جناس أو تام أيالي ده كالتصوه كالتنا جناس تام بانك كالتنا فيري طعم الآلاء أحلى من المني وهو أمر عند من الآلاء عند المن فكلنا وان محي وحي مقايدة سج إلا لبدا فاصلة حرف قدام يسخوها فايس وما مرنا دين عنا الجناس تامها وغيره دين عنا وحي وغيره سج وغير طعم الآلاء نمعوينك لددمينتو ده إلا ددمية أحلى وامد كان عام بضان من المن ملق عريت نمعوينك مركا تقول إذا اسكار راحي صيدو ملق عريت كان عام وهو طعم قلبتك سعري ددمنت امر ومد كحرار بضان من الالاء قر الضميراتك ان ظلم ان هبد لغو ابال شيخ مركاس وحا اسله يا كاسو هن قعيه حد انت ها مر هبد لغو ابال شيخ ها قر الضميرات وكحرار
مركا الآلاق وحو كوير أراتا وحو لا تشيدا بالآلاق آلاق الأولاء هرية عن نعمة نمعويك ولا تشيدا وبالثانية آلاق كاللباطنا وحو لا تشيدا الشجرة جيدك المرة إحراف وأراتا بالمن من وحو لا تشيدا الأولي هرية المذكورة كالغوشيك في قوله تعالى المن وصلوى ملعب عراتك إيا شمبيرها كوسكوسا وبالثاني من نقال لباتنا وحو لا تشيدا تعديد النعمة نمعويك ولا شك شغلة في التريب بلاغات الاسكريه قطره هذا الله ساسور ركبا خاص وكان حاشيه بغورن سو دافني waxaa weeyaan leh waxaa kamid aha balaaqadkiisa inuu yiri wa akharani dahri wa qaddama ma'shara ala annahum la ya'lamuna wa a'lamu idha aflaha al-juhalu yawman fa innani ana al-mihimu wal ayyamu aflahu a'lamu wuxuu wa akharani dahri aniga waqtigayga dib ii dhagay chaga u manasib oo ahaayay dib looga dhigan ka samid jahil loo dhig. Ah, chaga u manasib oo asagii soo taagan. Markaas uu yiri wa akharani dahri waqtigayga aan joogaa dib ii dhigay wa qadama ma'sharan jamaa'ana wa hormariyir waqtigu. Ala annahum la ya'lamuna wa hayyaga loo hormariyo chagada loogu dhiibay inaysan waxba ogeyn jahiliin wa a'lamu anna an aqoon badan. Ha, taas waa waqtigaa ka toqon. Ah, waqtigaa ka reebtin maanta. معناها وقت قطر انه يهيو شيغا ونولي وقت جاهل كان لا هرمرين اي عالمكينا ديب لو دغايين جوغاوني marka ayaga waxa loo hormariyo leey inaysan waxba kala garanay ana waxa dib la igu dhigay inaan wax ogahay markaas uu yiri idha aflaha aljuhalu yawman haday libana yiri maalin jahilint oo jagada iska qabsadaan fa innani anal mimu aflahu a'lamu anu marka waxaan midka khatamimka ku dhawaaqi karin oo bushinta hoose iyo tan sare wala aflawan ayu manta sanu mara di jahilba iska hormaray ha fiiri marka baytkas waxa ku jira laba jinaas oo taam aflah marka horeed waa uu ku jira laba meelo uga jira baytka dambe fiiri id aflaha aljuhal waxa loo jeeda falaahi oo libaantaa aflaha dambeyana waxa loo jeeda nin oo faruurta hoose la ama bushinta hoose loo jeeda a'lamna waxa weeyaan labada bayda ku kala hoosata أعلم أعلم كهرباء وحلو لجدا علمي أعلم كضمير وحلو لجدا قف كفرور تصارلا آه أشيح شيحان آه مركب وحلو يهدي جاهل بس كجورة يستي أنا وحنا هلا بذا فرور يضم مثل ما مالك أصلا ميم ككل واقع إلا ميم كفرور يلا قلها دور ربع كسع وكرمه بمنه إله نمعين تيسة أيام كوي دي سنة إياه وكرمه ديق ديسة اي كرمك وحل ولا جهد جود الهي الدقديس يقال على الله الهي ما كلا تماما تعالى واسر وحل هذا كريم ولا يقال اله لم يرضى السخي اه قفك بن ادم كسقي ولا هذا ما كلا امانه لكن الهي ما كلا امانه لم يرضى السخي الهي كريم الا رمد يقبض لكن سخي لم يرضى حلو دي هواي لبا ارمودا ميد لو دي هواي كير اما لعدم الورود ان لو دي هواي اسماء الله التوقيفيه اسماء الله النص الكحرم القرآن كي سنة أنا كمسو أروري إلهي وصخي لغوت الماما لكن كريم نوضوا كسو أروت تاسوا ميت إن لو ديهواي وأنا قول كرهاتي حاه سببت اللو ديهواي إلهي صخي معناها السومة أروري كتار كي سنة لغو مهي إلهي وصخي لغوت الماما لكن واحد سو أروري إلهي وكريم لغوت الماما أسماء ألينا هو توقيفية توقيفية وحلو لك هذا النص يكو حرام انتي كتار كي سنة كسو أروري بسا لغو كعب صدا تاسوا ميت وإما للإشعار يا إن لو دي واي للإشعار درينسين وسقي درينسين يو بجواز الشح بقلتني ما إني كبنانتا أو سقي كان قفك لو تلمامو وقف كسرت جلي كتبخل صاف إنه درينسين قول كاسون وكو دسان يا دي لرا أسماء الله التوقيفية ماها إيه اسم كإله لو مغعاد كليا وحا لا فيريا نقصان متوسا مسيتوسما هذه النقصان لغا فهم لو ما تلمامي كرو هدان لغا فهم انه كمال محض يو يها ولغو تلمامي كرو وقول كلبا لكن قول كورا سواب او اه اسماء الله توقيفية نص اي كترا وينحصر وكوب ما هو كتابك في اربعة ابواب افر باب كوب كتاب كان صوص صعودة الاعراب عن قواعد الاعراب افر باب ويساق بمبار تاب ويهمودي افر باب وقواعد مهمة اسكاهوين كتابك صوص صعودة وينحصر وكوب ما هو كتابك في أربعة أبواب انت قتل على صوت قرن على سيمرا ما نكتب وين المدفع لنا يا أقارن تابير وواحد وين قتل يلقو سكتوا
وينحصر ويكون ما هو كتابك في أربعة أبواب أفر باب كوكوما ينحصر ما كي يعذى صلى ينحصر دي لرفع الكوكو الله وانا كتابك مؤلف كان كتابك الألفي الكتاب ومذكرة أما المصنف كي الألفي لماذا سألو علينا وتنحصر نوال أخيا تنحصر دي لرفع الكوكو فوئد دي لعينا فوئد دي وكوما أفر بابين كوكوما شرح وينحصر وكوما يقرأ وحال أخيا بالتحتانية يقل هوصل بعد نفعات كله على إرادة المصنف مركز صوت الوحي لولا كذا فاعل كوا مصنف كتاب كل اللي فيه أو الكتاب أما كتاب اللي كذا واسمه معنى لفظي كذا كذا مركز ينحصر دليل يقلب بالوضع فاعل كوا واحد علينا المصنف كل اللي فيه أما واحد علينا الكتاب كل اللي قريب واسمه معنى سو متشين وبالفوقانية تقلب بعض كركلنا والله خيا وتنحصر مركز صوت الوحي مركز فاعل كم تقول نقوله على إرادة الفوائد فوائد دي مركز لولتشي ده فوائد دي الجليلة تويني أو المقدمة أما المقدمة كتاب كان هو المقدمة المركز مقدمة والغمك على كتاب قرى مركز وحوية هذا تعلق يلر وتنحصر هي فوائد دي وكوب مهبلا هذا يأخذنا وينحصر هو كتاب وكوب مهبلا في أربعة أبواب أفر باب يكوب مه من حصر الكل كل جيل كوبيد ديسا في أجزاء أجزاء دي سلوك كوب هل كان واحد ربنا إنا نكون قرنا أفر كلمة الله بابا سلح ريرتو كل أجزاء كلي جزئية طيب تاس قال أفر كلمة من دي غوة كتاب كان أصوى قرن يعني هذا ماشي من دي خوب برمي لكن ما دام يشروح قصة الله لا بيرو إلا فهمه ومهم waxaa weeye shayga la qaybinayo waliga fiir shayga maqsuum ka hor la qaybina marka la qaybiyo hadii qaybihiisa qayb kasto kamida magci guud uu san qaade kirin waxaa la yiraahdaa magac guudna kulli ya la yiraahdaa qaybahana waxa la yiraahdaa ajza fiir shayga guud oo la qaybina maqsuum ka qaybihiisa hoose mid kasto kamida magci guud haduu san qaade kirin قيبها صوصمت والب واحد هذا أجزاء للعيال قيبها صوصم حال هذا أجزاء كان جودنا حال هذا كل مثال كتاب كان بكم مثالين كتاب كان أفر تباب مركز لا يسكت ضره ما جود قارك أو أها الإعراب عن قواعد قواعد الإعراب ثم لكن باب كستوك كمدة مثل الجملة وأفر تباب باب كمدة جملة كل جد ما جود ما قارك تعمل ميكرا الإعراب عن قواعد الإعراب في الجزء المبني كرا. أما بابك كلام سيد شرمشورة كم إذا أفرت باب. شرمشورة كل جزء مبني كرا. الإعراب عن قواعد الإعراب ما لبني كرا. بابك راح كم إذا تفسير الكلمات لو كلمة الله فسرها يفجر. كلمات كانت الله سوقها كلمة ما لو قرا مبني كرا هلك واحد اللي هذا. الإعراب عن قواعد الإعراب ما لبني كرا. ما لبني كرا. إذا مرك كتاب كجود محل النهاية وكل أفرت باب كلا سودار. أفرت باب كستنا معلنا هاي أجزاء وكاسة. مارك واحد وين كل أو كتاب كيو نم على كوابي. هل كانوا كوابي أجزاء أو أفرت باب؟ كاسوا من تقسيم الكل إلى أجزاء هي لرجال. مثال هذا مساجد كان. الحين وثوك كوابي. واحد وين برشقة شميتو ديو أهل قطاعي نورات واحد صارم كوابي صما. marka la isku daro oo la taago masjid weyn laakiin mid kasto kamid masjid ma la dhigi karaa nuurada kaliya masjid ma la dhigi karaa lama dhigi karo ajzaa lana marka la isku daro sidaan loo taagan waxaan leenahay masjid taaso kale waa min taqsiimul kulli ila ajzaa laakiin fiir marka waxaan hore marka wayna baranay kulliyun ila juz'iyati kulli kulliyun ila juz'iyatihi shayga maqsuum ka ah la qaybina qaybihiisa qayb kasta haday magci guud qaada karto waxa la yiraahdaa kan guudna kulli la yiraahdaa qaybaha hoose waxa la yiraahdaa juz'iyat ee ajzaa la yiraahdaa misal hayawan wixii naf ku jirtaa la yiraahdaa al ibru hayawan wal ghanamu hayawan wal baqaru hayawan wal insanu hayawan marka kull hayawan la isku yiraa qayb marka insaan fi kirgis hayawan dii qaar kirgis ta soma faras fi kirgis hadii ka tahada hayawan fatigi kirgis somal mar hadii ka tahada hayawan
فير مجي إبودو قادنا قيبيه وسا قادنا كاسو كلاطو حيوان أقيم في سجود مجي سجود واحد ميت مجي سجود محلنا كلي علم إيه كل دمن قيبها هوسة وإيدي الكي يبقر كي يرم علينا جزئية تاسو كلاما كان قيبها هنا مركب علينا هاي من تقسيم الكلي إلى جزئيات كي كان حوها من تقسيم الكل إلى أجزاء خلاص أفرتي بلا كلام فهم وأنا منطقي لا صار لكن شروح لي وكبر حاه استلاحات كمان ركع صو كلوه ضروري واي مركع من حصر الكل كل وكتاب يضم وأها الإعراب عن قواعد الإحرام في أجزاء يلوكم أجزاء أجزاء ما رح أفرت بعض أفرت بعض مرت ما ذكر مركع من حصر الكل في جزئيات ما ذكر لا ما ذكر محايا لي وحوين أبواب تأفر تباب كاستماك إيجود ما قادك مركا من حصر الكل في أجزاء يعني وهي أفرتنا الجملة وأحكام هوي أفرت بابا حتى هرالك وقسي شيئا سيادة قد ديها قرود أي مسكح دادو أي أجع لي ساتو تروريا نغسو ددتشي وهي أربعة الجملة جملة وهي وأقسام وأحكام أحكامتي كو باباب والجار والمجهور وهي لابو وتفسير كلمات وتفسير كلمات هي كلمات لفسير الدون وصدق والإشارة هي إلا إشارة إلى عبارات محررة عبارة لتفطري أفرت أسباب كتابنا كالله وستمر وكسمر الدونتا بك أبيك هذه الأبواب أبواب تان بابا حالئتها وتركيبك حالية بابا أي كسمر الدونتا أفرت بابا إن شاء الله الباب الأول باب كوهر هي في الجملة الجملة دي أهذا إيا وأحكامها أحكام تيد ما كمتني كان حوغا لك بيننا سلوفا ما كدما شرح أخرينا ما لك قبل واحد وينقفك ابتدائي ويقول على لسانا متني وانا لفهم كرا وانا فائدة بدي قفك الضالب كمستفيد كان شرحه على لسانا حيلا باب متني كريس وانا لفهم كرا وانا كوبين الباب باب كالأول ايه الرأي في الجملة الجملة دي وهذه ايه واحكامها جملة دي احكام تيدة وفيه في الباب الاول باب كووه الرأي وحاكسونا دي اربع مسائل افر مسائل باب كووه الرأي كل جيس افر مسائل مودي وحن افر كل جيس جوغي باب كووه الرأي افر مسائل المسألة الاولى مسألة كووه الرأي دا في شرحها شرح الجملة جملة الله عديوي تجلين العبية أيضا اعلم أغو ألاك أغيسية أن اللفظ لفظك المفيد وحفائدية يسمى كلامنا لغمك عبا وجملة لغمك عبا لفظك هدو مفيد يهي لما مرح قادك جملة ولا ديكرة كلام ولا ديكرة محاير كلام ولا ديكرة هرته ومفيد واللفظ مركب مفيد ساسا كلام ولا ديكرة جملة ولا ديكرة تركيب إسنادي يبا مهد دي لهلي جملة وابا لهلي إلا كلام الشيء ما كان ليه محاو شرط إنه لفظ مركب مفيد ما كان جملة ليه أنا محاو شرط تركيب سنادي بس إله ما كان الله ربا ولا ديك رهدو مفيد ونعني وحن ولكنا بالمفيد المفيد ما لفظي يحصل وناك سنانا يؤسو كوتو آموس عليه كوركي صلوه آموسو ساسا ولكنا وأن الجملة الجملة أعم وكعم ما بضانتي من الكلام الكلام جملة يا كلام يا عمسن جمل واقع عمسن سيدة وحال الوية قانا لفتقان ولفتقان واقع عمسن حال الوية قانا وحال الوية قانا شيء كميدة لبضي بواكور موبيا هدى فيه كلام يا جملة طاني راضو زيد زيد قائم ومتاقا لبضي بواكور موبيا زيد قائم وكلام إلا هو مفيد وانا جملة إلا وحال أهل التركيب سنات دي لبضي بواكور موبيا mid ka aan nimada badan waxa la rabaa inuu meel ku rumoobo aan kan khaas ka ku rumoobay hadaan idaahdo in qaan sayidu sayid haddu isteego jumla waa tarkiib isnaad ay ku jireen laakin kalaam ma aha illa faa'ida male marka fiiri ya aan nimada badan jumla illa waxa la helay meel jumladii ku rumoobayda kalaamna uu ku rumoobay mana la heli karo meel kalaam ku rumoobayo jumla ku rumoobay lama heli karo marka meelna waa ku wada rumoobaya meelna maxaa ku rumoobay jumlada kale إذن يا عمرك عمنا بلان جملة ونعني وحن لجهدنا بالمفيد ما شيء يحصل ونكسنانا السقوط اللي أمس عليك الكيس وأن الجملة الجملة أعم كعم ما بلان من الكلام الكلام فكل كلام الكلام كستاب الجملة وجملة
ملك استوى كلام مبارك جملة وين ما جرو كلام ووحوين أن جملة هين لم هيرك ولا ينعكس أمرك ما عكسومي لم أبدأ بجديك عكس واحد لا 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 بعض اللفظي لفظي والب لفظي كله بوسك يصير حتى بالترجد بدأ بجديك قرر ذي نخونه صلى الله عليه كل كلام جملة كلام بدأ الواحد يرى كل جملة كلام قرر ويا الأولي عكس ما أقبله آه قرر ويا الأولي ألا ترى ميادا أركينو كلي حتى كتوسا ميل الجملة أن كلام نقوكرين ألا ترى ميادا أركينو كلي أما نحو قام زيد سيدا استاغي من قولك قولك حالك ميديا هاي إن قام زيد سيدا دو استاغو قام عمرو عمرنا هو استاغا وجملة شرطية جملة فعلية جملة شرطية جملة جوابية صماها يسمى إن قام زيد تصبح الأمم العربية جملة ولا يسمى كلاما الأمم العربية لفائدة ما ما يسترميه إن قام زيد فيري جملة واطة لكن كلام ما لأنه إن قام زيدك لا يحصل مونا أكسنانا يؤسكوت عليه إن لغو أمسو لغو ما أمسو كرم ما يكارتا إن قام زيد هدي زيد استاغو شب حلو لي حاد نعي هدو استاغو ناشا تورك لغو ما تشوكي وكذا القول هذا الكلاقة هدلا نصيدا سوكو هذا في جملة الجواب جملة الجواب كورو علامي قام عمر وكل يدو كلام نقوم إلا واحد كهر يكو حيران إن قام زيد لكن جملة واطة هيا بشرح فيها المسألة مسألة دي مسألة دي الأولى إيه الرئي سأل باب يا نمبر شرحين الباب بابك بابك الأول إيه الرئي في الجملة جملة أهادي في الجملة في شرح الجملة أيها هذي هي وأحكامها الجملة أحكام تيرة الباب بابك بابك الأول إيه الرئي في شرح الجملة جملة لا شرحين تيرة هذي جملة إلا شرح العقيد شرح وعدين iyo wadikri aqsamaha jumlada aqsamteeda la sheegdeen aqsamteeda maxaa loo jeedaa min kawniha ismiyatan aw fi'liyatan suqra aw kubra aw dhat alwajhay ha aw dhat alwajhay jumlada waa la sheegaa aqsamteeda jumla mid waxa la waa ismiyo midna waa fi'liyo mid waxa la jumla suqra midna waxa la jumla kubra midna waxa la dhat alwajhay aqsamteedu waa saas aqsamteedu waa saas jumla ismiyo jumla fi'liyo جملة صغرى جملة كبرى ذات الوجه مركب بابك وورا يوحوك الله في شرح الجملة جملة العدين تيدا وذكر أقسامها إيا أقسام تيدا لشيق الديدا إيا وأحكامها أحكام تيدا إلا الشيقه مدى محل كإحرام كله مدى محل كإحرام كله أحكام تيدا كمد أحكام تيو كوشرحا وغوكو يري جمع حكم هي أحكامتو جمع حكم حكم الله جمعيه وهي وهو حكم حكم حالة إرادة النسبة وتيريلتا نسبة التامة لمايستران نسبة سو بين الشيئين اللي رشي بحدود أحاطي حقن وحالي رضا نسبة تامة اللي رشي قد حيرا ما كان نسبة نسبة وحالي رضا ثبوت أمر لأمر أو انتفاؤه عنه وعشي شيء أصغ نابه أما كأنفهمه قال رضا نسبة دات رضا فيري زيد زيد عالم وعالم حد أصغت زيد علم سماها حقن وي حضرت رابو ليس زيد زيد معهن عارمة حد كأن في ذي علم صماهن وحويا وحقوق ما كحقوق سايس عليها وشيء شيء الله صبح من اللي جاء فيه قال رابو حقوق شيء شيء هذا الصوت نسبه وهذا ما خشوا صار نسبه سايس عليه رابو نسبه سايس عليه رابو نسبه ده رابو حقوق ما نسبه وحلا رابو شيء شيء الله صبح من اللي جاء فيه مركز الحقوق وهو حقوقكم النسبة هو نسبه نسبه حال رهدا شيء شيء الله صبح من اللي جاء فيه نسبة التامة ما يسترم ممكن احتراز نسبة ناقصة نسبة ناقصة هو مضاف في مضاف ليه وعطر الغلام زيد زيد الدونكس ويسكن تيريضا ويسكن نسبة لكن حقن ما عدنصير حقن نفي إثبات مثل ما عدنصير فيه نسبة ناقصة هو مضاف في مضاف ليه نسبة صبيرة شيئين لرى شيء بحدود أهاطي حقن سلسل هذا مركب دي حقن لقوي دي وحالة هاي وهو النسبة التامة بين الشيئين وفيه في الباب الأول وفيه أي في الباب الأول باب كأبوه الرأي وحا كنسوك ناضي أربع مسائل أفر مسألو جمع مسألة مسألة تينا لجمعية مفعلها يكون سعطة ومن السؤال لغا كيني وهي مسألة حالي لمر وهي مسألة دو ما شيء وي يبرهن حجة الله كان عليه شيء كل كيسة في العلم علم كان يحديث وحي حجة يدلي الله كان قال لها مسألة وحي حجة هي مسألة الله كيانو قال لي هذا حجو يدليل وحي الله كيانو مسألة المسألة الأولى مسألة هو الرئيضة
في شرحها مسألة للشرح ذيها. المسألة الأولى مسألة وهو ريدا مسألة من المسائل مسائل كي كملة مسائل كي الأربع أفرتها في شرحها جملة للشرح ذيها. أي في شرحها ضمير كمش أقول لك نظا وكتوسا في شرحها أي الجملة الجملة للعدين تيرة ويستطبع ويطبع أي لا معنى سينتا يطاعد وحبا فإذا ما ينضرب ويستطبع وحا راعي ذلك شرح الجملة جملة للشرح تيرة وحا راعي ذكر أقسامها أقسام تيرة إلا الشيخ قولي نظا مرك وحا ويان وإسمية تنوى فعلية تنوى صقرى تنوى كبرى تنوى ذات الوجه تاسا راعي دون يا واحكام احكام تيضل الشيخ والمراد جيدا بالاقسام جلد اقسام تيضل ولد الجزئيات وهي للاجزاء اجزاء معها جمله فيري جمله مركله جزئيات الى اجزاء ولد مرك جزئيات قالها اجزاء لما هم محا جمله مركله جزئيات محا جمله هبان رحمه من جمله او وحا ويان مثلا او اسميه وي من وا جمله فعليه جملة شرطية جواب الشرطي جملة في محل نصب مثال في محل رفع مثال في محل جسم مثال مثل محل كحرام كل هاي وهذا صنم جزئيات وين جزئيات وين هاي الفيري جملة قيدينه كلية وين جملة مركز جملة المكلة يري هادو ما حيوصي قيد صنطي جملة اسمية جملة فعلية جملة اسمية هذا انت صوت قيد سمين جملة او خبر دعضي مد حالات دعضي مد وحوية جواب شرطي دعضي mid kasto kamida qaybahaas magac guud wa qaada karta somaha oo aha jumla magac qood wa qaadane marka taaso kale maxay noqon min taqsiimil kulli ila juz'iyat laakin ajzaada jumlada maxa zaydun qa'imun zaydun mubtada ya qa'imun khabara labadaas ay juz'iyada marka labadaas magac in qaada karaan jumlo zaydun kale jumla ma qaada karta magac aha qa'imun mi qaada karta magac jumla aha marka taaso kale waa ajza'wa ajza'wa marka lugu leeyahay marka jumlada ahkaamteeda aqsaamteeda la sheegay aqsaamta la sheegay ma ahan juz'iyad jumlada mubtada iyo khabarka ficilka faa'ilka laga hadlimo ma laga hadlayo taas kutub yaraad ku soo baray ficil iyo faa'il waxa laga hadla maanta ma ahan jumlada ajzaadeed ee juz'iyadkeeda laga hadla juz'iyadka maxaa loo jeedaa jumlooyinka dhamaanta jumla kasta xukun ka leedahay lagu sheegay toddoba maxal ka xiraab kule toddoba maxal ka xiraab kule hay saas lagu kala tirina marka ka jumla ahaan lagu sheega ma ahan jumlada ajzaadeeda oo ah musnadka iyo musnad kuleyka lagu sharximaa oo midna jumlada hadda ismiya taa mubtada iyo khabar oo kale lagu sharximaa hadda ficiliya oo kale ficil iyo faa'il lagu sharximaa ila taas waa ajzaadeedii mukta laakiin maxaa lagu sharxa jumlada juz'iyadkeed juz'iyadkeed waxa loo jeedaa jumlooyinka dhamaantood lagu sharxaa jumla jumla lagu sharxaa مركز وهو كيري والمراد وجدنا بالأقسام اللي ولا كده الجزئيات وهي هو جملة جملة الله شرحها وهي للأجزاء أجزاء معها ومسند كي مسند وليه قال غوش حما اعلم أجو اعلم أجو أيها الواقف وقفك دول استاجي على هذا المصنف كتابنا الألفي اعلم وحال الكلمة داس لو أديك سدا لفظ قاس وحال أديك سدا وح كتب ما كلام أتقف وجود داره أيها الواقف وقفك الدول استيقى على هذا المصنف مصنف كان أن اللفظ لفظك لفظك المركبة اللي سيساري مركبك اللي سنادية أو سنادية يكون مفيد فتوان غضا تركيبك سنادية مفيد وان غضا كقانا زيد هذا سو مفيد ماهن واللفظك مركب مفيد وغير مفيد وان غضا نحو إن قام زيد هذا إن قام زيد مي مفيد ماهن لماذا وان غكرا كو فرط لماذا سكرا قرو وأما غير المفيد متك أن مفيد كأهين يسمى جملة تنالغ مغا عابا فقط أو كلي جملة كلي حلو مغا فقط معنى هذا هو حوويين اكتفي مغا عابي تسكو كافتون أو متك يهر هذين أما سيسيدة وحوين حاشية كويري انتهي كتشوغ مغا كلينا دوك هذين انتهي واسم فعل انتهي كتشوغ مرها الدين لغو يري وحوويين جملة ليرة هذا وإنت كتشوغ توقع لينا دوك مغا عابي وحكى لهكم مقعد ما كانوا يقولون كلام هكم مقعد لا لورد كذا إيه هذا مقعد كلام وقارن كرتفير متك غير مفيد كجملة ولا إيراد كلم ولا إيراد مرة قبل كلم ولا إيراد قول ولا إيراد صدق حاس مقعد وقارن كر سو غير مفيد قول وقارن كر كلم وقارن كر جملة وقارن كر صدق إن قام زيد رفلا صدق حاس مقعد قارن كر لكن واحد الود ذا يقولون هكم مقعد وامحي كلام كلام من قارن وامتك غير مفيد ك
وأنا المفيد مثل المفيد كان يسمى وحا لغو مقعادة كلامة محا كلام لغو مقعادة ولوجود الفائدة فائدة هلدة إلا كلام الشرط محاوها إلا جهرة فائدة مركا ما دام فائدة لا جهرة سيدا مثلا قام زيد زيدا استاغي كلام لغو مقعادة ولوجود الفائدة ويسمى جملة لغو مقعادة ولوجود المفيد كان oo magac kale waa qara kara waxa lagu magacaa jumlo waa li wujoodi tarkiib isnaadi tarkiibki isnaadiga ayaa laga helaa ila ayada jumlada maxaa u shartiya tarkiib isnaadi in laga helo ah u shartiya wa macni waxaan u leejedna macshara nuhaad akhusu waxaan gaar yeelaya jamaacada nuhaadde akhusu waxaan gaar yeelaya macshara nuhaati nahwoleeda jamaacadoodan gaar yeelaya bil mufid mufid waxaan u leejedna حيث أطلقناه مل الله ميشان كو إطلاقنا في بحث الكلام كلام كبحث جيسة ما لفظ يلولتشيدنا يحصل ونكسنانا من المتكلم كان هذا لحق سحاله كهذا السكوت آموس أليه كو جيسة وقو آموس واسدة أي وحوين أكثر كنحو وليد مرام مفيد وحلولتشيدا ما يحصل من المتكلم السكوت عليه وشي قفك هذا لحالك كو جوجيكر أو كو آموسيكر بحيث مال ونكسنانا لا يصير الصامع متك دقيسانا وسن أهانين منتظرا متسوغا يلا شيء آخر وحكا لي لكن نحولي دا قبل اعتراضين سلاحا سيدا الشارحة والإعراب عن قواعد الإعراب شارح كلا شرحات شده أولي راد أحمد بن محمد الزيلي مركا وحولي هاي ماشا وكيري يحسن هدو قيلها يمكنو أو يصح هتقولي لها لكان أحسن صح صح مالها ومال لغو آموسي كرو يهي سنبق الحراني سببت أولي حاجرته مال لغو آموسي كرو صورت قلعتا لغو آموسي وكلام لهلا لكن أي سنفعنا لغو آموسي هيا مثلا واحد الحضلة إذا ماشا نقفك واحد ديلي إيا كلا ديلي لرادة بإن أدبرت مركز المتكلم كهذا يوحو كويري قتل زيد وزيد ويوحد ديلي حتى قتل زيد الرهاب قال وجهه شكرا وانا كلام لكن هي غروح بلنطه ابني وفي عن تركز الوجه شيء ما في انا معايا لقفي من فوق كلا سوقيه صانع هاي دغسنيه مقتول كان انه برت او لا يراد قتل زيد زيد واد ديلي الكافر قالك لكن اضافت الى قتل زيد زيد ديلي فاذا واحد كان تو هلك وين لو جوجي كرا لكن ما في عليه لو جوجي هلك هاي الفائده هو ناقص سيترتي إذا ماشي وكيري يحصل السكوت عليه وحا كفع نايري يمكن السكوت عليه مالا يصور تقلت عين هذا كالوجوج وبين الجملة الجملة يوال كلام كلامك عموم عموم أيها هذا يو خصوص خصوص مطلق الله إبلاغه ما أنت نوعين أدبرت عموم وخصوص مطلق سيس حلو لكي ده وحبضان وصول الله الله تعالى وحبض بسيط وحالي رضا الله بضا الله فريد هل ميل حبي كود الرموبان مت كميد هنا ميل كله وكل رموبه فيري لبده هل ميل كود الرموبيان والله ما لفدي مت كميد هما كميل كله كل رموبي كره كان كلينا ميل كله كل رموبي كره ما جرتوا وحلا رضا بينهما عموم وخصوص مطلق مثال هذي وجملة كلام زيد زيد قائم وامد كي تاجن وانا كلام وانا جملة لبده يبقى كل رموبي سما جملة دي مال كلام كره موجودة إن قام زيد وجملة كلام ماما لكن مال كلام كره موجود يا متشرو وأن جملة أخرى مركا صار كلام حلا هذا بينهما عموم وخصوص مطلق الله مركا صار على كل ركيل أو هل مال كود كره موجود هذا أنا اللي بدي كلمة مت كميل مال كلام كره موجود كان كلام مال كلام كره موجود يا متشرو هل كاس مال يوضع قلنا كره موجود كلام وحلا هذا بينهما عموم وخصوص مطلق معناها من نوع قاسم ما بدين من نوع عام ما بدين هو مركا بين الجملة هي وبين الكلام وبين الجملة وبين الكلام عموم عموم أيها هذا هي وخصوص خصوص عموم يخصوص قاسم مطلق ولا إطلاقي وذلك أرنكاس إن بدحلو عموم يخصوص هذا ثابت وسوي معايا لأن الجملة لأن الجملة جملة أعم ومتك عام ما بدين من الكلام كلام والصدقها الرموب الدينة بدونه كلامك كصقي الرموب مال أن كلام كل رموب يكون رموب أو إن قام زيد ويكون رموب والصدقها الرموب الدينة بدونه بدون الكلام يكون رموب
iyo wadami sidqi kalaam kuwabidiisiyo la way bidun ha jumla ka soo fiir hal meel horta waa ku wada rumobayaan qaana zaydun waa ku wada rumobayaan laakiin ayagu meel kale ku rumobay kalaam kale la heli ma meel aan jumla ku jirin ku rumobay la heli saasa looray marka jumlada caamsan fiir marka fa kullu kalaamin kalaam kasta jumlatu wa jumlu kalaam kasta jumlawi meel kasto kalaam laga heli jumlana way maxay dhacay jumlada shartigeediya la hele ila jumlaha loo shartiya li wujudi at-tarkib al-isnadi tarkib isnadi in laga helo shartiya waxa kalaam kasta ee jumlo u noqday li wujudi tarkibi tarkibki la hele tarkibki al-isnadi isnadka loo isbi wala yan akisu arinku dama gadoomi ma aksan aksi wal luqawi luqawi loo isbi aksi luqawi ma aqbala aksi luqawi wax la yiraahdo labada kalimo mid walba mid kale booskeed in la dhigo hayat kullu jumlatin wahayat waxaan rabaa كل كلام جملة صماها عكس كل جملة كلام ده ما ضيع كرتو ما بنعنا لقولي كل جملة كلام ما ضيع كرت مرك عكس ما أخبري مرك وكلية عكس اللقوية ما ضيع كرام حابنا عكس أو منطقي جها عكس كم منطقي جها وحكو بنان ووحلا يرى عكس كم منطقي جها كل كلام جملة وبعض الجملة كلام وبعض الجملة كلام وعكس أو منطقي وحو كيري فيري عكس اللقوي بأن يجعل وإن ليرى كل واحد متكسر من الطرفين كما محل الآخر كعكس المترادفين سيدا لبعض اسكو متك عكس قدو كلام وحال هذا كل إنسان بشر وكل بشر إنسان وانا صح صمع فاكاسا وحتى ليس وحو اسكا إلى ليه باللغوي مركولي عن العكس المنطقي وهو عكس الكلية الموجبة موجبة جزئية سأقع عكس منطقي وحوي عكس الكلية الموجبة عكس كلية وامحة ما لعبنا كلية وامحة كلية الله كلية ما كلية قضية كلية وامحة وامحة فدرس يعني ده يا لا حول ولا قوة إلا والقضية وشرحنا كلية كل أنواع من عصنا ما أنتن كتغلصوا وما حلحت بيد كلية قضية كلية نهرا وصو شرح هاي مثال وحاصل عز مثال وحاصل قضية كلية وحل هذا جملة خبرية سمع نعم به وجملة خبرية هاتين مثبتات الحالة جملة قضية كلية إيجابية هذين منفيات هنا قضية كلية سلبية أو وكيونا وكبع بس نكتب الله مرة رحمة مندف مركا فيري وهو كيري عكس أو منطقي وهو عكس الكلية الموجبة فيري جملة خبرية موجبة أي الله عكسنا وحنا لو عكسنا موجبة جزئية جملة أو وحن خبرية مثبتة جزئية وحنا لا يفيري فإنه يقال وحنا لا كل كلام جملة سو جملة خبرية ما وحل لي كلية موجبة على لي كلية موجبة على لي وكلية موجبة وبعض الجملة كلام سو ما هي جملة كجبر كمن سو كلام ما وعكسها مركا عكسها أو واحد وين منطقي جواكوان صح لكن عكسها القوي جام مايا أي ليس كل جملة جملة كست كلاما معها أو عكس القوي مع صحيح والله ما ديكره كل جملة كلام لا ما ديكره لأنه محله بهوي لأنه كلامك تعتبر وحا لغا فيريا فيه كلامك دخيس الي فائده فائدين جملوينك كبلنا فائده مالك مركه جمله كسته وحي كلام لا نقويدي وحا وين جملوينك قبل مفيد ما كلام كان شرطي وحا هو مركو كلام نقونا وا مخي مفيد انه نقضه فيري بخلاف او ذلك شرطي قاصنا ملتبس و هو كدهيا بخلاف الجمله خلافك شرط قاس وكلام كله شرط يا وحوي هاي وإن مفيد يا سماها جملة وساس وقلاص أنت أيضا الله ما شرط يا أيضا فإذا اللي هلينا الجملة اللي هلكا أنا ترى ميا ذا نركن من هذا لابد أن النحو قام زيد لفظ قانا قام زيد من قولك قولك يا حق سحار وكهذا إن قام زيد سيد الدوس تاجو قام عنه نستاج أكو قوش معناها وجملة شرط يا جواب شرط سماها حتى انت هسه كلامه ان قام زيد زيد الدوس قام عمرو عمرو استاج انت صوت كلام لكن ان قام زيد كلمه ما كلام قام عمرو كلمه ما كلام
مركا مثال كاس إن قام زيد جملة وجملة ها جملة وي نحن نقضي وليش تمالي قول كاس كورانسي أو كورانسي على المسند المسند إيه والمسند إيه أصلا أنت أصلا غفر يا تركيب سند يا غفر يا مسند يا مسند إيه غير إن قام زيد يا مسند عبد الحمد يا مسند صح قام مسند إيه زيدنا إلا قيامك يا لوتيري زيد لوتيري خلاص أنت صدي له ولا هلا الجملة ما واكاسا ولا هلا ولا يسمى الغمام عارك إن قام زيد كلام الغمام عارك لأنه إن قام زيد لا يفيد مفائدين يو معنى هو يحصل ونكسرانا السقوط اللي هو أمس عليه معنى كوكيس معنى هو أمس كر مفائدين حالة في رأيك في تلك سويس تقوي رهدو هدي زيد استهجو هو إسكا أمس هنك فائدين هذا آه تلك سويس تقوي زيد هدو استهجو كاسو أمس أحمي لك فائد مركب ما عن كلام لا حلقة ما فائدني معنى الوعى موسى كرمان معايير اللي أما إن إنت أشرطية شرطية اللي هو نسبية أخرجت أيضا كبح ليه قول كان عن صلاحية إن أصبه لذلك أي لحسن السكوت عليه إن الوعى موسى كرمان وحي أديدي إنت شرطية ده إيه مركب الكلام مفيده قام زيد زيدا استاغي ومعنى مفيده صوما لكن إنتو مركب إيجا شعيدا كبح ليه إن قام زيد زيد دو استاغو في أين غط ويس بدل هذا الكلام كله بهي مر هذا الكلام بهي وذكر اللي أن الصانع قفك مقلا ينتظر الجواب جواب تيسوغا دي اللي يرى هذا هدي زيد استاغو تذكر لكي سرع بل حيسوغا يام جواب هذا عيا هدو استاغو محا إمان عيا تايسي سوغا يام تذكر ما ملغو عموسيقا وكذلك أي وكل قول هذا الكلاجها ضلوا في جملة شرط القول هذا الكلاجها ضلوا لمدة هي في جملة الجواب جملة الجواب كون شون شرط قاسي لمدة أو جملة الجواب كو وعوين واتها الجملة لكن كلام ما كلام ما لكن جملة واحد مركا هذا الكلاجها ضلوا جملة الجواب ك وحول لمدة هذا الكلاجها صار لجملة الشرط ك أي جواب الشرط جواب الشرط ك جواب كيس وهي الجواب الشرطي جملة قام عمه غاية من المثال المذكور حاله كمدية مثال كهذا لصوشة قام عمرنا جوابها فتصمى جملة الجواب كواحة لغمة عامة جملة ولا تصمى لغمة عامة كلاما كلام بحال لغمة عامة لما كي قلناه أنصانري وهو معي أنه لا يفيد معنى يحصل سكوت عليه من فائدين معنى لغمة عموسك ساسا لغمة عامة والحاصل ورخة دوتوب كيسي سكو أنه ابن هشام جعل وحيه في كل متكستا ومن جملة الشرط وجوابه جواب الشرط وحرابا جعل وحيه في كل متكستا ومن جملة الشرط وجوابه جوابك يا شرط لبدي سجملة متكستا أمرين لبعهن أيام جملة الشرط هي جملة الجواب متكستا لبعهن أيام لبعهن أحدهما لبعهن متكوب ثبوتي وامد سنان لو نسبه لا سوغا وهو ارنك لا سوغا التسميه وان لو مغعابي كرو بالجمله والاخر ارنك كلنا سلبي وامد ديديد لو نسبه وهو مد كلا ديدان عدم التسميه وان لو مغعابي كرين بالكلام كلام مركا جمله شرط هي جمله جواب مد كسب لا بحرنا ايلاد جمله شرط دي لا بحرنا ايلاد وما هي جمله واتهي كلامنا ما جملة الجوابنا الله أحرم إلى هذا جملة واتهي كلامنا معه خلاص وين ترى لبده هذا متول بابه وحيل هذا الله أحرم أحرم أو وحوي أو إيجابي هو ثبوت يأحرم أو سلبي لبده عصوية وعي ففي ذلك مرك أحرم خاص أو إن وحويان تركيب كجوال كميدة جملة ونقره لكن وسن كلام أحرم ففي ذلك أرنكاس دليل متصيا كسوغان على ما كيدعاه او شيختي ابن هشام وكوكو شيختي كتاب في سفائدة ضبطان اللي يرهدو المقني مقني قوي ماشو كشيختي مقني اللذيب عن كتب العارف ويماشو كشيخ هذا الكلام كتاب كاسو كشيخي جملة هي كلام مترادفان معها لبا الله فيه اسكو معنى ما لبا الله فيه اسكو معنى ما دي لا جمله يا دي كلام ليره مترادفان معنى وكلا دوين
هل كاسو كوشير وانا النقدي قلالات إيرادين ومترادفان مترادفان وحالي الله اللفظي واللفظي وكردوني معنون اسكم مدية مركب مترادفان معه ففي هذا معنى لصوشر حي دليل من تسياكو سوغان على ماكي ادعاه وابن هشام شاكتاي ومحوية من عدم ترادف الجملة والكلام كلام يجملة اسفنقل كود إلا واي هل بدأ ما اسفنقل لماذا يقول لك اللفظي اسكم معنى معه والله يقول لك لدوية معنون اسكم مدية معه وحاكوا كوسوغان والردهم ردين أيارين تان كوسوغان على من قفل الردية قال يري بتردفهم أو اسفنقل جملة إيا كلام واسكم مد قفك يري يلقوا ردين كي زمقشري سيدة زمقشري يقول مفصل كوكوي سيدة مقنقة وكو شاية سو مجهد محمود بن عمر أي يري وعلى من قفنا والردين قال يري جملة جواب الشرط كلام جواب الشرط جوابك جملة جواب الشرط جواب الشرط كلام وي بخلاف وذلك كاسنا ملتبس وكل هي بخلاف جملة الشرط جملة الشرط جملة الشرط معها كلام كالرضي رضي أساس يري رضي أساس وكل يري وحويان جملة جواب القسم هي جواب الشرط لبنا أصب الكلام وي لكن جملة الشرط يضع معها كلام جملة الشرطية هي جملة قسمية ما هي كلام لكن جملة جواب الشرط وجملة جواب القسم لماذا هو يهنو الكلام سواك على قادة هذي هلأي لماذا جملة سكمت معها لكن سيدة أمرا ابن هشام أين أبدايهين نحاضة وهو إن جملة الشرط هي جواب هو يسكن حريه لماذا هو متمت معك الله على قادة مدوى الباب هو جملة كلام لماذا هو الله يسكن دره كلام لماذا هو الله يسكن دره